سنن الفطرة وتوابعها. عد السنن. قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، ونسي الراوي العاشرة. تيمنه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. الحلق. كان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله. السواك. كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. الطيب. كان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب ويحب الطيب. الشارب واللحية. قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. التوقيت. قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. أعمامه صلى الله عليه وسلم 11. أولا: سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. ثانيا: العباس رضي الله عنه. ثالثا: أبو طالب واسمه عبد مناف. رابعا: أبو لهب واسمه عبد العزة. خامسا: الزبير. سادسا: عبد الكعبة. سابعا: المقوم. ثامنا: ضرار. تاسعا: قثم. عاشرا: المغيرة ولقبه حجل. 11: الغيداق واسمه مصعب. لم يسلم من أعمامه صلى الله عليه وسلم إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما. عماته 6: 1: صفية وهي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه. 2: أم حكيم البيضاء. 3: عاتكة. 4: برة. 5: أروى. 6: أميمة. زوجاته صلى الله عليه وسلم حجز صخر سمعه. حجز الحاء حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. الجيم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. الزاي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها. الصاد صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. الخاء خديجة بنت خويل رضي الله عنها. الراء أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. سمعه السين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. الميم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. العين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. الهاء أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها. قرابته صلى الله عليه وسلم وأزواجه. أولاده صلى الله عليه وسلم 7: 3 ذكور و4 إناث. أولا: القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم.
ثانيا زينب رضي الله عنها، ثالثا رقية رضي الله عنها، رابعا أم كلثوم رضي الله عنها، خامسا فاطمة رضي الله عنها، سادسا عبد الله ولقب بالطيب والطاهر، سابعا إبراهيم وهو ولد ماريا القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها، لم يولد له من زوجة غيرها. كل أولاده صلى الله عليه وسلم توفوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين، وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقد أدرك بناته صلى الله عليه وسلم كلهن الإسلام، فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم.